شكرا ليك يا زميلي ابراهيم عبد الجواد. بعد هذا الفوز مع الكابتن رضا عبد العال، بالتاكيد روح واداء كبير النهارده وفوز على فريق انبي. كابتن رضا طبعا برحب بيك، ويعني اداء النهارده رائع جدا لفريق طنطا. شفنا لعيبه من غير ضغوط، شفنا لعيبه بتادي بتلعب كوره اللي الكابتن رضا عبد العال دايما بيتكلم عليها، الكوره اللي هي السهله بقى والكوره الحلوه اللي دايما بتتكلم عليها. ايه رايك؟ لا كلنا مستمتعين النهارده. هيما كل يعني تحياتي ليك ولكل اللي في الاستوديو. بقول الحمد لله والشكر لله، يعني اللعيبه النهارده مش النهارده بس والله، ماتش عن ماتش بيتقالوا وبيبقوا يعني بيستوعبوا اللي احنا بنقوله، ويعني هم كل ده اقسم بجلاله الله مش كلام بقى ولا غرور ولا الكلام ده، هم ما نفذوش مثلا 20% من اللي احنا بنعمله في التمرين بعد اللي شفناه كمان. اقسم بالله انت لو جيت التمرين احنا بنلعب لمسه واحده لمده 10 دقائق بتبقى التقسيمه يعني بتبقى موت، واخد بال حضرتك؟ لانك انت في الماتشات يعني النهارده تلاقيني بزعق على اللي بيمسك الكوره كتير زي اهاب وزي صافي وزي احمد فهمي، انا مش عايز كده، انا عايز لمسه ولعبه وتضرب اللي هو الخط اللي انت بتبقى فيه او اللي انت رايح له يعني. فاحنا بنعمل وبدات اللعيبه تستوعب، وبشكرها ان هم في فتره وجيزه ما كملناش مثلا شهر، يعني هقول لك على حاجه بمنتهى الامانه، من بعد ماتش الاهلي والفرقه في الزياده سواء في الكوره او في التعليمات اللي احنا بنقولها، وده باين عليهم. يعني انت مثلا في ماتش المصري اللي فات احنا خسرانين بضرب الجزاء ومضيعين وفي جون ملغي لينا، ماتش الجونه انت خسرت 2-0، اتفتح الجون بجون اوفسايد بجون تسلل والحكم حسب اوفسايد والايمن حسب اوفسايد ورجع الفرق قال لك جون ايه اذا كان الراجل سابق ب3 متر ماشي، احنا هابطين وكده بس ما تموتناش ما تذبحناش، احسب بما يرضي الله. فانا بقول لك من بعد ماتش الاهلي واللعيبه بدات في الزياده، والحمد لله كمان ان اللعيبه اللي هي كانت نفوسها وحشه واللي هي مفكره ان هم مارادونات وميسات وكريستيانيات كل اللعيبه دي كله لما مشوا فوقوا اللعيبه التانية. انت شايف النهارده حسيت بحد ان حد غايب؟ ما لهمش لازمه اصلا ولا ليهم قيمه، انا بكلمك بمنتهى الامانه. والانديه اللي هي تتعاقد معاهم اقسم بالله هيجزروكوا، وهم على المستوى الفني كلهم ضعاف جدا، كلهم ضعاف، هم هيربوا عشان ضعاف. اي فرقه هتتعاقد معاها والكلام ده لازم يا ابراهيم تنزله يعني، لان ده اهدار مال عام صرف، لعيبه ما بتعرفش تلعب بس هي اسماء ومش اسماء يعني، ده هم اللي عاملين لهم اسماء شويه السماسره وان هم بيروحوا هنا ويجوا هنا ويجوا هنا. انا بقول لك انا بقطع عيشهم، انا بقطع عيشهم لان دولت لا يمكن يتحملوا المسؤوليه. انت يعني 11 لعيب يسيبوك ويمشي في ظرف زي ده؟ طب الحمد لله اللعيبه الثانيه فائت وبتادي وبتكسب، يعني ممكن تكسب اكتر من 2 النهارده وكمان مع النقص العدل الانبي كمان. بس اللعيبه اقول لك على مفاجاه، ده في عندي محمد العاشر جات له كورونا امبارح. عرفنا الف سلامه عليه. الف سلامه طبعا، وده راجل من الرجاله اللي هي موجوده في النادي اللي هو اصلا يعني حاجه تفرح. وانت النهارده جاي السكور 18، احنا النهارده السكور بتاعنا 18 مش 20، هم دولت اللعيبه الموجوده. هو ايه بقى بالنسبه للكابتن رضا ايه الفتره اللي جايه بقى؟ عقدك لسه ممتد سنه ونص. ده مفروض طنطا ما تهبطش، بالذمه طنطا تهبط بالمستوى ده والله بتقدم كوره ما فيش فرق في قاعده في الدوري الممتاز بتعمل الكلام ده، يعني ده دي اخر كلمه بقولها، حرام طنطا تنزل. انا مكمل كده او كده، بس هي المشكله ايه؟ ان انتوا دبحتوا طنطا السنه دي بموضوع الكورونا ده، وانا بوجه للجنه الخماسيه 14 نادي، انا بقول اهو بقى 14 نادي ما كانش موافق. ايه اللي خلاهم موافقوا؟ الوعود اللي انتوا اديتها لهم، الوعود اللي انتوا ما فيش هبوط وسنه استثنائيه، ايه يعني ما تعمل مجموعتين السنه دي؟ ما انت اعلنت في الاخر، انت قلت للبلديه روح العبي في طنطا، ده انا عندي معلومات، روح العبي في طنطا لان البلديه لو هتهبط متمسكه ان تلعب على ملعبها وده حقها، فقالوا لهم روح العبوا ما فيش هبوط، واخد بال حضرتك؟ طيب يبقى لازم يتطبق فوق ما فيش هبوط. انا بتكلم 14 نادي ما كانش موافق، ايه اللي خلاه موافقوا؟ ان خدوا منكم وعود، وخدوا منكم وعود كمان ان في مفيش هبوط في فلوس. طنطا يشكر وزير الشباب اداهم جزء ان هم يعملوا معسكر لمده اسبوع وبعد كده ما حدش سال فيهم وعمالين يستلفوا منين. طب اقول لك على مفاجاه، والله 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 ما كانش في فلوس الماتش اللي فات بتاع المصر عشان نعسكر وكنا نروح في نفس اليوم، بس لما عرفنا ان الماتش الساعه 5 طبعا صعب اللي هتروح من طنطا لبرج العرب
هيبقى صعب على اللعيبه. فكلمنا الاستاذ فايز فتصرف. النهارده كنا هنيجي في نفس اليوم لان لو كنا الساعه 8 بالليل فبرضه النهارده الجمعه في صلاه جمعه هيخرجوا يصلوا الجمعه قبل ما يجوا من طنطا لغايه هنا هيجوا على الماتش او يمكن بعد الماتش. فكلمت الاستاذ فايز امبارح وقلت له معلش يا استاذ فايز هنعسكر عشان نلم اللعيبه ونطلع من جنب الاوتيل على الملعب على طول. فده لصالح مين؟ وبعدين الكورونا كانت 13 لعيب في طنطا عندهم كورونا، 13 لعيب. ما هو بدليل لغايه امبارح في اثنين عندهم كورونا وما دخلوش معانا المعسكر. فانا شايف ان اللجنه الخماسيه ما تعنديش وان شاء الله يا رب ان شاء الله ما بقاش في هبوط، واعمل دوري مجموعتين عشان تخلص بدري بدري قبل اولمبياد بكين طوكيو، وان شاء الله من السنه اللي بعديها بقى اعمل اللي انت عايزه، هبط في كل مجموعه خمسه واعمل اللي انت عايزه. الف مبروك يا حبيبي، ربنا يخليك. اذا ابراهيم بلقائنا مع المدير الفني لفريق طنطا الكابتن رضا عبد العال، تعود الكلمه لك الان.